بكم. ناس كتير بتمشي ورا الوهم، واحيانا بندفع مقابل مادي في الوهم اللي بنمشي وراه، واحيانا بندور على الحاجه اللي بتضرنا وبندفع للاسف مقابل مادي. الحكايه دي منتشره على مستوى العالم. اشياء كثير جدا عن الثعابين خلت في فرصه للناس اللي بيستغلوا انه يكسبوا من وراء الحكايه هذه. كيف يكسبوا من وراء الثعابين او كيف يكسبوا من وراء الحكايات هذه؟ بنشوف لو دخلنا اي سوبر ماركت، اي صيدليه، في زيوت خاصه بالثعابين، في حاجه معروفه على مستوى العالم اسمها زيت الثعبان. زيت الثعبان، في كريم بجلد الثعبان، في مقوي جنسي بعظام الثعبان، لحم الثعبان بيسوي قوة للجسم، اللي يشرب سم الثعبان بينقيله جسمه وبيخليه أقوى وبيطرد عنه الأرواح الشريرة. أشياء كثيرة جدا بيقولوها عن الثعابين، وللأسف الشديد بيقولوا إنها علاجات شعبية وبتوارثوها جيل بعد جيل، ولغاية الآن موجودة الحاجات هذه وناس كثير جدا بيصدقوها وبيستغلوها وبيشتغلوا عليها. في ناس بيشربوا المرارة، في ناس بياكلوا لحوم الثعابين، في ناس بيذبحوا الثعبان ويشربوا الدم، أشياء كثيرة جدا. خلونا نتكلم عن زيت الثعبان. زيت الثعبان مشهور على مستوى العالم ولو عشرات السنين حاجة اسمها زيت الثعبان. الحكاية هذه لو كانت مدروسة من شركة متخصصة، من شركة سوت أبحاث على الموضوع، ممكن يكون الموضوع مقبول، لكن لما يكون المصدر ما هو معروف، نلاقي عبوة مكتوب عليها زيت الثعبان من اليابان. فين في اليابان؟ مين اللي سوى؟ إيش المواصفات اللي موجودة فيه؟ هذه كلها ما هي موجودة. الشركات الكبيرة اللي بتسوي أبحاث بتحط كل البيانات على العبوة، كل حاجة بتكتبها على العبوة عشان نشوف، وهذه بنلاقيها في الأكل في الشرب. مهم جدا نفهم الحكاية هذه، لأنه الناس بيستغلوا جهل الناس، عدم إلمامهم بعالم الثعابين، عدم معرفتهم بالموضوع، فبيدخلوا الثعبان كوسيلة دعاية. الثعبان عنده زيت، الثعبان عنده مش عارف إيش، بيقوي جنسيا، بيسوي مناعة للجسم، أشياء كثيرة جدا بيتداولوها كنوع من الدعاية فقط. زيت الثعبان لو شفنا الصور اللي موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي في جوجل، هنلاقي انه في منه كل الالوان، ازرق، اخضر، احمر، اصفر، كل الالوان موجودة. طبعا لو كان زيت ثعبان اكيد حيكون حاجة واحدة. الحاجة الثانية، الثعبان ما عنده زيت، من فين بيجيبوا الزيت حق الثعبان هذا؟ مجرد وهم بيضحكوا على الناس، بيقولوا انه بيقتلوا الثعبان وبيعلقوه لمدة 3 ايام، الثعبان بيطلع الدهون او بتذوب الدهون اللي موجودة في جسمه فبيسووا منها الزيت. طبعا الكميات اللي منتشرة على مستوى العالم من زيت الثعبان محتاجة لملايين الثعابين، اكثر من الثعابين اللي عايشة على وجه الارض بمئات المرات. كلام الناس بيصدقوه للأسف الشديد، وما في احد بيفكر هل الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط. أقول لكم وصفة مجربة، أنا شغال في الثعابين أكثر من 45 سنة وسويت تجارب على الموضوع، لقيت في علاج للشعر اللي عنده تساقط، اللي عنده ضعف في فروة الرأس. نجيب ثوب الثعبان، مو جلد الثعبان، ثوب الثعبان، وفي عطارة بتتباع عند العطارين أسماءها في السعودية،
سابلة وغاسلة وماسكة وساق الحمام، هذه أسماءها في السعودية. طبعا الأسماء هذه بتختلف حسب الدول. نحط الخلطة هذه مع زيت نارجين على نار هادئة لغاية ما يصير خليط متماسك متجانس. نصفي الخليط وندهن به الشعر قبل أن ننام لمدة 10 أيام. النتيجة فتاكة، نتيجة جبارة جدا. الشعر بينعم، فروة الرأس بتقوى، الشعر بيطول، أشياء كثيرة جدا بتصير في الشعر. لكن لحظة، لو شلنا ثوب الثعبان من الخلطة هذه، الخلطة هذه هتخرب؟ ثوب الثعبان ما له أي علاقة، ثوب الثعبان مجرد دعاية عشان الناس تقول واو والله ثوب الثعبان ده فيه أشياء خارقة. الثعبان مجرد حيوان زيه زي أي حيوان آخر، ما في ولا حاجة مميزة ولا في علاجات ولا في أي شيء إلا لو كانت مثبتة طبيا أو سووا عليها أبحاث. في بعض الكريمات أخذوها من سموم الثعابين بتشد الجلد بتقوي البشرة، هذه أوكي لأنها مدروسة، لكن الأشياء الباقية هذه كلها بتسبب مضرة أكثر من النفع. الآن اخترعوا حاجة اسمها مساج بالثعابين. في دول جنوب شرق آسيا انتشرت الحكاية هذه، واحد يدخل يجيبوا ثعابين وحطوه على جسمه. طبعا الثعبان له خبير في المساج ولا يعرف حاجة في المساج، بيقولوا مساج بالثعابين. الثعابين بتتحرك على جسم الإنسان، ما هي فاهمة إيش الموضوع بالضبط. الإنسان ما بيصير له مساج، مجرد الرهبة أو الموقف اللي تحط فيه، لأنه بالنسبة له موقف جديد. أشياء الناس بيتداولوها بيتناقلوها بيتوارثوها، للأسف الشديد معظمها غلط، معظمها ما هو صحيح. محتاجين نوقف عند الحكاية هذه ونفكر 1000 مرة قبل لا نشتري أي حاجة ما لها أساس، أي حاجة ما هي صحيحة نبعد عنها. كثير أشياء موجودة في الأسواق للأسف الشديد ما لها أي أساس، ما لها أي مصدر. أي واحد بيحط عبوة بيحط فيها أي مادة، ومجرد استيكر ويحط فيه ثعبان، يحط فيه نعامة، يحط فيه زرافة، يحط فيه فيل، والناس يلا نشتري ثعبان ونشتري زرافة ونجرب. كل واحد بده يجرب، ما في أحد راضي عن حاله. فكروا في الحكايات هذه وبعدوا عن أي حاجة ما هي صحيحة. أتأكدوا من كل حاجة بتشتروها، لأنه هذه صحتكم، هذه حياتكم. إن كان ما انتبهتوا لصحتكم وحياتكم، حاجة للأسف تعتبر مأساة إحنا عايشينها. أتمنى لكم حياة سعيدة، وأتمنى إنه توقفوا قبل لا تتصرفوا أي تصرف وتفكروا التصرف ده صح ولا غلط، العلاج هذا صح ولا غلط. ما تعرفوا أسألوا الناس اللي تفهم في الموضوع، لأنه الجهل للأسف الشديد انتشر بشكل كبير جدا، والنصابين اشتغلوا على الناس بشكل كبير جدا جدا جدا. أتمنى لكم حياة سعيدة، وربنا يحمينا ويحميكم من شرور الثعابين، آمين. شكرا لكم أعزائي متابعين اليوتيوب. لو أعجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.